السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم جيت نشارككم هاد الكوتليت. عندي هنا كيلو، يعني عندي اللحم حسب افراد العائله. عندي هنايا التوابل، عندي هنايا بودره ديال الثوم، هنا عندي الكابون، سكنجبير، زنجبيل، وهنا عندي الخرقوم، زعتر، الصوجة، الزيت. عندي هنا داك التوابل ديال اللحم. على بركة الله غادي ناخدو، على بركة الله غادي ناخدو واحد الإناء غنديرو فيه الشرمولة ديالنا، يعني نشرملو بيه الكوتليت. هنا عندي الزعتر، معلقة هكا كبيرة ديال الزعتر. أنا أخذت التوابل، زنجبيل معلقة، نص معلقة هكداك ماشي عامرة، عندي هنايا شوية الكمون، القليل من الكمون، عندي هنا الخرقوم قليل منه، هاي نص معلقة هكداك ما تكتروش منه. الملح حسب الذوق، ندير نص معلقة كذلك. البهارات او التوابل ديال اللحم ندير معلقة كبيرة. هنايا الثوم بودرة كذلك، ندير معلقة، اللي ما عندوش الثوم بودرة الثوم بودرة نديرو معلقة هكذا. نضيفو القليل من الفلفل الأسود، غير نص معلقة هكداك، نضيف الصوجة، نضيف جوج معالق كبار، تقرب ليا، نضيف الزيت. الزيت غادي يديرو ثلاثة معالق كبار كذلك. صافي، نخلطو التوابل ديالي. باش نشرمل هاد الكوتليت يجي رائع بهاد الشرمولة. هناخد كل قطعة ونشرملها. صافي، غسلت الإناء باش نوضع فيه هاد غادي نخليه يتشمل واحد ساعتين هكذاك. عاد نديرو فوق شوية، هانتوما معايا. صافي، عاد
غادي نخليه واحد ساعتين هكذاك تدخل ليه هذيك الشرموله ديالو. عاد نشويه. دابا خديت شويه ديالي بعد ما سخنات، دابا غادي ندير فيها الكوتليت بعد ما خليته ساعه ونص. تقدروا تخليوه حتى ساعتين، انا خليته ساعه ونص. صافي تنخليوه وكل مره نقلبوه وانتم معايا. الكوتليت ديالي بعد ما طاب هاد الكوتليت يجي كي الزبده. خديت هنايا طبصيل فرشت فيه الخس، صافي درت هذاك الفكوس. دابا غادي نحاول نقاد الكوتليت ديالي. هالكوتليت ديالي بعد ما ساليتو رافقتو بالموطارد، درت الزيتون، صافي المعدنوس هكذا صافي. نتمنى يعجبكم هاد الكوتليت، و الى عجبكم ديروا لي لايك، و اللي ما اشترك في القناة يشترك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وحصري. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامة.